يقولون ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها تأجلت، وكنت أظنها من سابع المستحيلات تتأجلوا. اي نعم، الاستفتاء هو مدار الحكي، خصوصا بعد أن غطنا أحمد أبو الغيط وقدر ينطي غطاء دولي للتراجع التكتيكي عن إجراء الاستفتاء، بس هالمرة يربطه بتدخل خارجي ما يرضى لا زيد ولا عبيد. ورجاء عفو حيدر العبادي، لأنه أقوى موقف عبر عنه هو الاستفتاء أمر غير مقبول، يعني كأنه بايق الأسئلة من الرئيس البرتغالي اللي هم قال الاستفتاء أمر غير مقبول. مو مشكلة، يجوز الحكومة مستحية وما تريد تقبح ويا شركائها، بس المشكلة انه هذا الموقف الضعيف اللي سوى فراغ كبير انطى الفرصة لآخرين ان يملوه، واخرهم امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط. اي نعم، ابو الغيط انهى زيارة الاربيل البارحة، واليوم طلعت تسريبات خطيرة ممكن تودينا لنفق اخر اسوأ من الاستفتاء. التسريبات انقرن بتصريحين، الاول تصريح شاخوان عبد الله نائب رئيس كتلة البارتي البرلمانية، والثاني تصريح محسن السعدون النائب القريب من خزانة أسرار البرزاني. السعدون رجح للوطن السعودية أنه رئيس الإقليم راح يعلن شيء لافت بشأن الاستفتاء بعد المحادثات اللي أجراها مع أبو الغيط، وأشار أنه أبو الغيط يجوز ينجح باللي عجز عنه الأمريكان والأوروبيين كونه مطلع على ملف حقوق الشعب الكردي، وأردف أنه برزاني منفتح على كل الخيارات إذا الآخرين قدموا ضمانات كافية حول تأجيل الاستفتاء ومستقبل العلاقات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان. هذا اللي يقوله محسن السعدون. أما شاخوان عبد الله فأوضح أنه رئاسة الإقليم بلغت أبو الغيط بإمكانية التأجيل، بس بشرط تحديد موعد لاحق له وبضمانات دولية مكتوبة. يعني أي اتفاق لازم يتقيد عند كاتب عدل، مو حكي مال دواوين. هذا التطور برأينا خطير جدا، وما حد يعرف شلون راح يتفاعل محليا. من يرضى مثلا بتدويل الاستفتاء في حين اكو عندنا دستور نافذ واول من صوت عليهم الاكراد، واجراء استفتاء باستقلال اي اقليم يراد يتشرعن بتعديل دستوري جوهري. كل هذا مهم، بس المثير للانتباه هو التركيز الكردستاني اللي شفناه اليوم على انه قرار التأجيل مو بيد شخص واحد، انما بيد القوى السياسية الكردستانية الاساسية. أكثر من طرف عبر عن هالموقف، وأولهم المعارض الأزلي لبرزاني. نقصد كتلة التغيير اللي أكدت أن الاجتماعات مستمرة بين القوى الخمسة الأساسية إلى أن يتبلور موقف موحد. شنو معناه هذا؟ معناه ببساطة أنه سيناريو إخراج فيلم التأجيل هو نفس اللي انفردنا به بالحرف الواحد قبل شهر، من انفردنا بخبر اجتماع سفير الولايات المتحدة ببغداد دوغلاس سليمان مع البرزاني بقرية برزان. يومها قلنا لكم انه اول خطوة للتأجيل هو ان يتفعل البرلمان الكردستاني، الخطوة الثانية ان يصوت البرلمان على التأجيل، وبهذا يحفظ ماء وجه البرزاني ويدنق وهو حزين ويقول يلا هاي هي شبيدي بعد البرلمان وما يريد. هسه السؤال هو ايش وقت راح تبدي اول خطوة بالخير؟ مو بعيدة، يوم الخميس الجاي يلتئم اعضاء برلمان كردستان بعد أن اتفقت الأحزاب الكردية على هالخطوة، والمهمة الأولى إله هي صياغة قرار سياسي يمثل الإقليم ككل لتأجيل الاستفتاء. بعدين الله يعلم شلون يترتب الموضوع ويا أبو الغيط والشركاء. يجوز يجي البغداد ويفتح سجله ويكتب هذا ما اتفق عليه التحالف الوطني وتحالف القوى والتحالف الكردستاني، ويجوز يروحون الجماعة لشرم الشيخ ويتفقون هناك على برد الوقت. عادي، كل شي ممكن بهالزلك، عفواً كل شيء ممكن بهالبلد، والشعار دائما هو هو ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. بس شلون فرجه؟ فيلم مصري من اخراج احمد ابو الغيط.